أبطال من مصر. جابسكي خطف محمد أبو جبل الأنظار طوال حياته منذ أن كان طفلاً في قرية الوسطى مركز الفتح بأسيوط. برجولته وإقدامه وأخلاقه وكرمه كان الرجل الثاني في حراسة عرين المنتخب المصري، لكنه لم يتكبر ولم يتململ وظل صابراً حتى تم استدعاؤه للذود عن مرمى المنتخب. وقتها أثبت جدارته واستحقاقه لنيل شرف حراسة مرمى المنتخب ليصبح قاهر النجوم ومرعب المهاجمين بصلابته ولياقته ومهارته وذكائه. لم يلعب أبو جبل سوى 3 مباريات فقط، لكنه أجبر العالم على احترامه والإشادة به. الآن يعلم كل متابع لكرة القدم من هو المصري البطل محمد أبو جبل جابسكي.